البنات كبيرين بالنسبه لكم كنبغي تكونوا بخير على الاخر. انا البنات خارجه دابا للسوق نجيب الخبز باش نفطر ونجيب شي حاجه خضره، ما عنديش الخضره ونرجع لمامات هما معايا ثاني نرجعوا ل يلا خليكم معايا البنات. الصباح دابا راه 10 هادي ونص كامل بحال هكاك. الله انتم بحال انتم البنات بصافي مشيت الله الا غلا مشيت جبت غير هادو باش نفطر واحد الجوجات وجبت الغدا جبت ما نخرج باش يبقى عندي هكا في الدار ماشي كل ساعه نبقى نمشي. هادو كيديروا 2 دراهم الوحده سخون جبت 3 وجبت هادوك الجوجات باش نفطر. وهنايا جبت كيلو ديال مطيشونس كيلو ديال خيزو وكيلو ديال البطاطا هما اللي لقيت في السوق وكاينه البصله وكاينه اللفته فهادشي اللي كان حيت السويقه باقا خاويه باقي ما جاوش الناس لقي زعما ما حطوش صافي قلت نضيف باني اليوم الغدا بهادشي. البصله راه كاين واحد شويه لقيتو هنايا ايوا صافي غندير طويجين ونشاركو معاكم. وهادشي اللي كاين البنات خاصه في الحاره يلاه معايا الطبلات الفطور نفطرو يكون خير ان شاء الله. هو اتاي عمرتو نمشيو نفطرو ويدير الله الخير. صافي البنات هو الفطور حطيت الفطور حطيت خبيز الفرماج شويه الزبده وشويه الكوفيتير شويه الجبن هو اتاي عمرت بالنعناع ريحتو زوينه. صافي غادي نفطر كنفطر بوحدي غنفطر وغادي نرجع معاكم ان شاء الله اللي درتها هانتوما معايا خاصه في الحاره ما لقيتهاش في السويقه خلي نخرج نشدها غير عند الجيران ضروري انا من الفلفله الحاره غندير الطويجين ديالي وهادشي اللي كاين. نفطر وهانتوما معايا صافي البنات هنايا الطويجين ديالي حطيته فوق البوطاش عالت عليه غادي ندير واحد قيس جوج معالق ديال الزيت ما كثرتش حيت اللحم فيه شويه ديال الشحمه صافي سمعوا ليا صافي قطعت هنا واحد البصيره هي صغيره وغادي ندير واحد جوج فصوص ديال الثومه والتوابل اللي كنديرو دائما في الطاجين راكم عارفين. شوفوا انا راه مع ولفت التواسع والاتساع وهذا ما جاني اش نقول لكم ما كنعرفش نشقى في هذه الكوزينه كصغيره المهم كنشقى منفجه ماشي مشكل. صافي غادي ندير الثومه وغادي ندير شي شويه ديال العطريه ندير قزبر ومعدنوس وغندير العطريه اللي كدار في الطاجين راكم عارفين العطريه اللي كدار في الطاجين سكنجبير الخرقوم البلدي وشوي واحد الطامه ديال الزعفران وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي هادشي اللي كنديرو وكنشحرو الطاجين كاين اللي كيدير فيه تحميره كاين اللي ما كيديرهاش انا ما كنديرها ماشي دائما انا الطاجين كل مره الطريقه باش كنديرو مره كنشحرو مع مطيشه والبصله والتحميره وكلشي مرة في عقيدة تشحر مع مطيشة ودرتي شوية تحمر كيجي مدغمر وكيجي مخاتر وكيجي زوين. والطواجن ديال اللحم راه بعض المرات كندير فيهم التحميرة غير كل واحد ونصيب ديالو الطيب ديالو في الاخر كيبقى طاجين كيما درتي ليه المهم طاجين طاجين هادشي اللي كاين. صافي هنا كندير التوابل درت سكنجبير الخرقوم البلدي شوية ديال البزار هاهو كنديرو وغادي ندير واحد النص ديال الطامه ما غاديش ندير طامه كامله غندير غير النص صافي وغادي نخليه يتشحر على خاطرو غنزيد ليه شي شويه ديال الماء وغادي نخليه يتشحر باش ما يتحرقش ليا العطريه ما كنتش كندير ديك النقيطه ديال الماء وكنحركها الا ما درتوش الماء ما تحركوش العطريه خليوها من الفوق وخليوه حتى كيطلع فيه داك الصهضه ديال هذا يبدا يتشحر عاد كنحركوه بجوج حتى تبدا تطلق البصله الماء ديالها. صافي هنايا راه تشحر مزيان البنات غادي ندير ليها نزيد ليه واحد البصيله من الفوق هكا حيت بغيت ندير ليه الزبيب من الفوق باش تبقى هكا الزبيب الوسط هو ديك البصله ومطيشه من الفوق. المهم درت ضرب عصفورين بحجر درت جوج طواجن في طاجين واحد درت خيزو بطاطا من الجناب والبصله
والزبيب ومطيشه من الفوق، هادشي اللي كاين. صافي هنايا لقيت خيزون، لقيت البطاطا، غادي نديرهم. الطاجين راه كليت منو انا ودري خو كلا معانا غير شويه حيت جاو امو ما بغاوش يتغداو. صغير تيتغدى مع امو تما في المركب، الكبير ما تيبغيش يتغدى، كيتغدى غير هنايا كيشري غدا هو هذا. وقلت ليه اليوم اجي تغدى معايا، وجاو كلهم، ولكن كما قلت لكم الصغير هو امو ما بغاوش يتغداو، تغداو تما عندهم. صافي انا كنستفخي الزو على هذا الشكل، هذه على الطريقه هذه، وغادي نستف البطاطا. اسمح لي ما عرفتش شنو حل ليا. غادي نشرب صافي. كنستف هنايا البطاطا البنات، فاش قلت انا الطاجين كنت غنديرو بالزبيب وبطاطا حلوه، ولكن ملي مشيت للسويقه ما لقيتش البطاطا الحلوه، لقيت غير واحد مول كروسه حاط غير مطيشه ولفت والبطاطا وخيزو والبصله، صافي هادشي اللي حاط. يعني ما لقيتش داكشي اللي بغيت، السوق ما فيا ما يمشي ليه، السوق دائما تيكون، ولكن ما قدرتش نمشي بعيد شي شويه، خصني نجبد واحد الجبده ما فيا ما يمشي ليه. صافي هنا غادي ندير هاد المطيشه هادي من الفوق، راه شاد الطاجين واعر جمال السل وزوين. وصافي صافي دي بانيت داكشي اللي عندي. درت شي شويه ديال الربيع كامل الفوق، غادي ندير لي ربيع من الفوق، وندير واحد شي شويه ديال البزار، شي شويه ديال الملحه، وغادي ندردر واحد شويه ديال القرفه فوق داك الزبيب اللي غادي ندير الفوق. بغيت ديروا شويه ديال سنيده فوق الزبيب ديروه، ولا شويه ديال العسل اللي بغيتو، مبغيتوش خليو غير هكا هو راه فيه الحلاوه ديالو. انا درت عليه غير شي شويه ديال القرفه صافي. الحق القرفه ما كنديرهاش على الخضره، غنديرها غير على الزبيب. صافي هادشي اللي درت البنات. هنايا البزار نرش واحد الرشاشه ديال البزار، وصافي هنا القرفة. صافي حطيت الطاجين ديالي يطيب، ونقص عليه البوطا، ومشيت نغسل دوك المهنات. فاش فطرت الكيسان، فاش فطرت تغسل المعان جاني فشي شكل حيت مضيق تما ما فيهش فين نشقى. صافي غسلت هاد الكيسات فاش فطرت، وداكشي فاش شقيت ديك الحكاكه صغيره ديال فاش حكيت الثومه. وصافي هادشي كاين البنات، ما كاين لا شقا لا والو. مشيت جمعت البيت فاش كنت جالسه، فاش كنت ناعسه، وشطبت وسيقت عاد فاش حطيت الغدا. ومن داكشي ما شاركتوش معاكم حيت خصني لي شد ليا التليفون، خصني لي صافي. هاد الطرشونات هادو دوزت عليهم هكا، صبنتهم شويه. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم غير باش نشارك معاكم كيما قلت لكم اليوميات ديالي. وصافي البطاطا الصغيرة البنات راه ما كنحملهاش انا، كتخلعني عمرني ما خدمتها. صافي هنايا كنوريكم الطويجين راه كيطيب، باقي كيطيب، ناقصة عليه طبع العلم على الجمال. تخيزو طاب سلام البنات، صورت معكم والو. صافي تغديت ونعست شويه وفقت ومشيت للحمام، مشيت للحمام حتى ست ديال العشيه، وجيت مع كي دخلت بشويه وبدا كيبان المغرب، ماشي المغرب العشاء يا ربي، المهم يلاه صليت المغرب بدا كيأذن العشاء. صافي يلاه درت دابا كسكروت وغادي نتكا نتجبد نرتاح شويه عاد نوصل هاد المعنات. والعشاء ما غنديروش، باقا عندي المقارونية ديال البارح، غنزيد ليها واحد شويه ديال لاصوص طوماط ونسخنها
وهي اللي غناكل وصافي. وهادشي اللي كاين البنات. المهم ما غاديش نسد الفيديو حتى انا نكمل معكم حتى نحط العشاء وصافي. المهم كنشارك معكم اليوميات ديالي بوحدي وصافي. يلا خليتكم على خير. جيت من الحمام في واحد العيا ما نقول لكمش. قلت غير كنت جبت غير نرتاح شويه ونوض. صليت العشاء صليت المغرب صافي. يلا البنات شوفوا لي ما بغيتش تاكل. قالت لكم شبعانه وغادي تاكل غير لي باط. مشيت جبت هاد البيتزا هادي بالكروفيت والكفته. شوفوا على شوفوا على الكروفيت قداش والكفته زوينه الحار. وغادي ناكل شويه ديال لي باط. بقاو فيا ما بغيتش اللحم فيهم. الكفته عامرين بالكفته وخلاص وسقليه عامر بالكفته. قلت لكم مغلقوش شبعانه. دابا 11 ديالي جاني الجوع. وهو هادشي اللي كاين البنات. ما منتعشى غادي نسد الفيديو هنا. نقول لكم السلام عليكم. خليت لكم الراحه في امان الله. غدا ان شاء الله نسجل فيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.